أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع قد ارتفعت إلى 20 شهيدا. وأوضحت السلطات الصحية في غزة أن المجاعة في شمال غزة وصلت لمستويات قاتلة، وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، كما أن المجاعة ستتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية. جوعى وعطشى نازحين من مساكنهم بحثا عن ملاذ آمن، هكذا ترى الفلسطينيين في طوابير طويلة ينتظرون المساعدات، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية باغتتهم بالقصف وإطلاق النار. المتاهة هذه، عدم إيجاد ضوابط في توزيع المساعدات هذه، هذه مسؤولية المجتمع الدولي كله، اللي وصلوا الناس اللي تعمل في حالها المنظر هذا. المقاطير دعست على الناس، الكبابات دعست على الناس، القذائف نزلت في وسط الناس، الرشاشات وإطلاق النار فوق رؤوس الناس، هذا يرضي مين؟ إذا في حدا معني إنه يوصل للشعب الفلسطيني للمرحلة هذه عشان ينسوا قضيتهم ويرتوه في لقمة العيش وفي الخبز. النازحون الباحثون عن لقمة خبز يعودون إما مصابين أو فاقدين لذويهم أو شهداء، ورغم ذلك ركضت حشود من الرجال في شوارع مدينة غزة التي تعج بالحطام وسط الحرائق وإطلاق النار، على أمل الوصول إلى قافلة مساعدات نادرة، معرضين حياتهم للخطر من أجل الحصول على الغذاء لأسر تتضور جوعا. كل الجموع هذه جاي الجوع اللي جابها، بيوتنا فيش فيها أكل، فيش فيه عندنا خبز، الشمال حالة مأساوية على الآخر، على آخر درجة أقصى، يعني بمعنى الكلمة مجاعة في شمال غزة، الكل يتضور جوعا. تضور الأسر والأطفال جوعا في شمال القطاع المحاصر دفع الفلسطينيين للنزوح مع شبح المجاعة التي تلوح في أفق غزة بعد مرور 5 أشهر على شن إسرائيل حربها على غزة. لكن هالقيته واحنا بنستنى قاعدين في المساعدات، ليش بطوخوا علينا؟ ليش بضربوا قذائف علينا؟ مين احنا؟ احنا قاعدين نستنى للطحين ناكل، ايش اللي بمرقوهن؟ ايش الخمس مقاطير ولا اربع مقاطير؟ بسوون الشيء ولا واحد بيستفيد 1% ولا 2%. عملية تسليم المساعدات في القطاع انهارت، ولم يعد يصل إليه سوى القليل من المواد الغذائية اللازمة مع وصول كميات ضئيلة للغاية إلى المناطق الشمالية حيث يستشهد الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. الأمم المتحدة من جانبها نددت مرارا من عدم القدرة على الدخول إلى القطاع، محملة إسرائيل مسؤولية عدم تسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.